التصوير هواية جميلة، ويبدو أنك بارع حقا في التصوير يا مازن. صور رائعة. ما هذه اللافتة؟ التصوير ممنوع، وبالتالي لا يمكنك التصوير هنا يا مازن. أحسنت، يجب أن نلتزم بالتعليمات. لماذا تمسك بالقلم يا مازن؟ ماذا تفعل؟ رأيت خطأ وتريد إصلاحه. فعلت أمرا صائبا وآخر خاطئا. أصبت في رسم التنوين بالضمة على آخر كلمة ممنوع، ولكنك أخطأت في رسمه على آخر كلمة التصوير. لو لم توجد الألف واللام لكان بإمكاننا رسم التنوين، ولكن إن بدأنا الكلمة بألف ولام التعريف فلا يمكن أن نرسم على آخرها التنوين. إلى أين يذهبون؟ هذا مكان رائع لالتقاط صورة للذكرى.